السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم أبنائي الأعزاء وبناتي العزيزات؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى استعداد للتحصيل. فنحن نلتقي اليوم في درس جديد من دروس النحو ومن دروس القواعد، وهو في مادة التراكيب. سنقوم أولا بتذكير لمجموعة من المكتسبات التي تعلمتموها من قبل، ومن خلالها سيسهل فهم درس اليوم. أول سؤال: على ماذا يدل الفعل المضارع؟ نعم، الفعل المضارع يدل على وقوع حدث في الحاضر أو المستقبل. أحسنتم، ويبتدئ بأحد حروف المضارعة. جيد، ما هي حروف المضارعة؟ نعم، هي حروف نجمعها في كلمة أنيت، وإذا كانت مفصلة فهي حرف الألف، النون، الياء، والتاء. لاحظوا معي الأفعال الآتية: إذا قلت أكتب فحرف المضارعة هو الألف، نكتب حرف المضارعة هو النون، يكتب حرف المضارعة هو الياء، وتكتب حرف المضارعة هو التاء. ما هو الأصل في الفعل المضارع؟ نعم، الأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا. أحسنتم، مثلا أقول: يكتب هو فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة. أما يجري فهو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة، أي لا تظهر. متى ينصب الفعل المضارع؟ نعم، ينصب الفعل المضارع إذا سبقه حرف نصب، أن أو لن. أحسنتم، إيتوا بجمل تتضمن فعلا مضارعا منصوبا بأن. هيا أنتظر الإجابة. نعم، أحب أن أجتمع بأصدقائي. أحسنت، يجب أن نفكر في المستقبل. ممتاز، فالفعل أجتمع ونفكر نصب بأداة نصب وهي أن. جيد، ركبوا الآن جملا تشتمل على أفعال مضارعة منصوبة بلن. إذا تذكرتم معي أعزائي، في الحصة الماضية قلنا بأن أداة النصب لن تنصب الفعل المضارع وتنفيه. هيا أنتظر الجمل. نعم، لن أزعج أختي الكبرى. جيد، لن أهمل عملي. ممتاز، المعنى في الجملة الأولى هو أن الإزعاج لم يحدث أو لم يقع. كذلك في الجملة الثانية، أنفي أنني أهمل عملي، معناه أن الإهمال لم يحصل. لاحظوا معي الجملة الآتية: يقرأ كتابا. يقرأ في أي زمن صرف هذا الفعل؟ في الزمن المضارع. أحسنتم، ما الذي يدل على ذلك؟ أي على أنه فعل مضارع. في أوله حرف مضارعة، نعم، وهو الياء، وعلامته الإعرابية ما هي؟ الضمة. جيد، إذا كانت الضمة في آخر الفعل ماذا نقول؟ نقول مرفوع. أحسنتم جميعا، إذن يقرأ فعل مضارع مرفوع. لاحظوا معي الآن الجملة المقابلة: لم يقرأ كتابا. ماذا لاحظتم؟ نعم، أن الفعل يقرأ أصبح آخره ساكنة. نقول جاء آخره مجزومة،
هنا تغيرت حركة الضمة إلى سكون لأنه سبق بحرف جزم وهو لم. إذن لم أداة جزم، ويقرأ فعل مضارع مجزوم بلم. نخلص هنا إلى أن الفعل المضارع يكون مرفوعا، وإذا سبقه حرف جزم يصبح مجزوما. ممتاز. متى يجزم الفعل المضارع؟ نعم، يجزم الفعل المضارع إذا سبقه أحد حروف الجزم. جيد. من حروف الجزم هناك لم التي اشتغلنا عليها في الجملة الأولى، هناك لما، لام الأمر، ولا النهي. والآن تأملوا معي الجملة الآتية: تجولت كثيرا ولم أتعب. ماذا سبق الفعل المضارع أتعب؟ سبقته لم. نعم، وما هي لم؟ لم حرف جزم. أحسنت، أو نقول أداة جزم. وأتعب فعل مضارع مجزوم بلم. جيد. تغيرت أو تحولت علامة الإعراب من الضمة إلى السكون. نعم، انتبهوا معي، إذا قلت لم أتعب ما معنى هذا الكلام؟ أي أن التعب لم يحدث. أحسنتم جميعا. لم حرف جزم ونفي. حرف جزم أي أنه يجزم الفعل المضارع، وحرف نفي أي أنه ينفي حدوث الفعل، فالفعل لم يحدث. فنعتبر لم حرف جزم ونفي، وأتعب فعل مضارع مجزوم بلم. من يقرأ الجملة؟ نعم، يأكل بسرعة. الأكل بسرعة مضر بالصحة. أجل، لذا ينبغي تجنب هذا الأمر أو هذا الفعل. أعيد صياغة الجملة بحيث تنهون الشخص، أي تمنعونه من الأكل بسرعة. فماذا نقول؟ فكروا قليلا. نعم، لا تأكل بسرعة. أحسنتم. لا تسمى لا الناهية، أو نقول أداة جزم. وتأكل فعل مضارع مجزوم بلا، فلا هي التي جزمته وحولت الضمة إلى سكون ظاهر على آخره. ومن حيث معنى الجملة باستعمال لا الناهية قبل الفعل، فإننا نمنع الشخص أو ننهاه عن الأكل بسرعة. لاحظوا الجملة الموالية: يقطف أزهار الحديقة. تعلمون أعزائي أنه لا ينبغي قطف أزهار الحديقة، لأنها حسن جدا تجمل الحديقة وتزينها. سأطلب منكم إعادة صياغة الجملة بحيث تنهون الشخص الذي يقطف أزهار الحديقة عن ذلك الفعل. فماذا نقول؟ لا تقطف أزهار الحديقة. أحسنتم جميعا. لا أداة جزم، وتقطف فعل مضارع مجزوم بلا. لا أداة جزم تفيد النهي، أي منع حدوث الفعل. ننهى دائما عن الأشياء التي فيها ضرر أو خطورة، كأن نقول لا تلعب بالأدوات الحادة، أو لا تكذب على الآخرين، أو لا تقترب من الغرباء. نعم، تعرفنا في هذه الحصة ومن خلال الجمل التي درسنا
على أداتين من أدوات الجزم، تسبقان الفعل المضارع فتجزمانه. ما هما هاتان الأداتان؟ نعم، هما لم ولا. كيف نعرب لم؟ لم حرف جزم ونفي، أحسنت. ولا حرف جزم ونهي. أتعرفون أعزائي الفرق بين النفي والنهي؟ من يجيب؟ النفي هو عدم حدوث الفعل، جيد. أما النهي فهو منع حدوث الفعل لضرر أو خطورة، ممتاز. في تمرين أطبق سنقوم بتقويم لما درسناه. أقرأ السؤال: أدخل حرف جزم مناسب لم أو لا على الفعل المضارع في الجمل التالية: تؤجل عمل اليوم إلى الغد، ترسل زينب رسالة إلى أسرتها، يتخلف أحد الأصدقاء عن موعد السفر، تلوث بيئتك. أنجزوا التمرين على الألواح واكتبوا فقط أدوات الجزم. نمر الآن إلى تصحيح تمرين أطبق. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. لم ترسل زينب رسالة إلى أسرتها. لم يتخلف أحد الأصدقاء عن موعد السفر. لا تلوث بيئتك. في الجملة الأولى: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. من يكمل هذا الكلام؟ فإن لغد عملا آخر، أحسنتم. في هذه الجملة نهينا عن تأجيل عمل اليوم إلى الغد، لأن يوم الغد له عمل آخر، وإذا أجلنا العمل الأول سيصبح لدينا عملان، ومن الصعوبة بما كان أن ننجز كليهما في ذلك الوقت. إذن علينا أن ننجز كل عمل في وقته وفي حينه. في الجملة الثانية: لم ترسل زينب رسالة إلى أسرتها. لم أداة جزم ونفي، إذن ننفي أن زينب كتبت رسالة إلى أسرتها. في الجملة الموالية: لم يتخلف أحد الأصدقاء عن موعد السفر. ننفي هنا بلم، ونفهم أنه لا أحد من الأصدقاء تأخر عن موعد السفر. في الجملة الأخيرة: لا تلوث بيئتك. هنا استعملنا لا، أي لا الناهية، ننهى عن تلوث البيئة لأن في ذلك ضرر. نقرأ الدرس سويا قبل كتابته. ألاحظ الأمثلة: لم يقرأ كتابا، تجولت كثيرا ولم أتعب، لا تأكل بسرعة، لا تقطف أزهار الحديقة. أستنتج: يجزم الفعل المضارع إذا سبقته أداة جزم. من أدوات الجزم لم ولا. لم حرف جزم ونفي، ولا حرف جزم ونهي. وصلنا إلى نهاية الحصة. انقلوا الدرس على دفاتر الدروس، وكواجب تقومون به لفهم الدرس جيدا أنجزوا التمرين الثالثة والرابعة على الصفحة 204. والآن أستودعكم الله، وإلى اللقاء في حصة قادمة. دمتم في حفظ الله ورعايته.
معلمتكم التي تحبكم.